محى الله به الكفر، فحارب الشركيات صلى الله عليه وسلم، حارب دعاء غير الله، وحارب ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، وحارب التمائم والحجبات، وحارب كل مظاهر الشرك صلى الله عليه وسلم، وكسر الأصنام، ونشر الله به التوحيد. قال أنس في البخاري: كنا نرى أن له قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، من رآه كأنما يرى النور في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأعظمهم هيبة. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويصوم حتى يقول الناس إنه لا يفطر، وكان يكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار، حتى أنه يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بكل أنواع العبادة، وكان يحسن إلى الناس، وما من باب للخير من أبواب الخير إلا وله النصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم. والذي نفس أبي هريرة بيده: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال عن أنس: قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف. والله يا جماعة ده خلق لا يكاد يعني إنسان يعبر. من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم وفرح بلقياه. نسأل الله يجمعنا به في دار الكرامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نبدأ مدارسة هذا الكتاب الجميل الممتع، وهو كتاب صفة الصفوة للإمام جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن محمد المعروف بابن الجوزي رحمه الله تعالى، المتوفى في 97 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا نريد أن نقف كثيرا مع ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ندخل في هذا الكتاب. وقبل الدخول فيه، هدفنا من مدارسة هذا الكتاب، الهدف الأول لأننا ننتسب إلى السلف، فنقول إن منهجنا هو منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ونعني بالسلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا الكتاب يترجم لهؤلاء الأعلام، فهو يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الاختصار، ثم يتناول سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا. والعبد إذا انتسب إلى شيء لا بد أن يعرفه، فإذا قلنا نحن سلفيون فإننا نعني أننا على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فنحن نريد التعرف على هؤلاء السلف، وهم خير الناس وهم أفضل الناس، ومنهجهم هو أقوم المناهج، وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. ثانيا، نريد مدارسة هذا الكتاب لأن العبد بغريزته يميل إلى الاقتداء، فكما أن كثيرا من الناس يقتدي ويقلد الفنانين والمغنين، وبعضهم يقلد
لعيبة الكرة اللاعبين، وبعضهم يقلد السياسيين، وبعضهم يقلد أهل الدنيا. فنحن نريد أن نتعرف على هؤلاء من أجل أن نسلك مسلكهم. ثالثا، لأن في مدارسة هذا الكتاب تزهيد في أمر الدنيا وفي ملذاتها وفي فتنها، وترغيب في أمر الآخرة وما أعده الله لعباده المؤمنين من النعيم، وترهيب من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن غضبه وعقابه. كذلك من الأسباب أننا نريد من خلال هذا الكتاب معالجة كثير من الأخلاق السيئة، واستبدال هذه الأخلاق بأخلاق حسنة نأخذها من هؤلاء القوم. والذي يقرأ هذا الكتاب معاشر الإخوة فإن نفسه تزكو وتتطهر إذا قرأه قراءة مفيدة، يأخذ حسنه ويترك الرث ويترك شعثه. كذلك من الأسباب أن هذا الكتاب فيه بعض الملاحظات فنريد تنقيحه من هذه الأمور، ونريد تصفيته بالرجوع إلى غيره من الكتب النافعة من كتب السير ومن كتب الأعلام والعلماء الذين يتطرقون إلى الرجال جرحا وتعديلا بكل تقوى وبكل إنصاف وبكل علم. والكلام يطول، وهذا الكتاب يركز على مسألة عظيمة وهي العمل بالعلم، العمل بالعلم، ويركز على أمر الزهد، ويركز على الأخلاق الحسنة كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. ترجم فيه المصنف رحمه الله لأكثر من 800 رجل، أكثر من 800 رجل، وأكثر من 200 امرأة، يعني فيه أكثر من 1000 شخص. بعدين أي سيرة إن شاء الله بنستفيد منها، الناس تحرص كل الحرص. بدأ المصنف رحمه الله بمقدمات، نكتفي بذكر هذه المقدمة، وهي قال: باب ذكر فضل الأولياء والصالحين. الأولياء جمع ولي، وقوله والصالحين جمع صالح، والولي هو المؤمن التقي باختصار. الولي هو المؤمن التقي. الدليل قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الصالح سمي صالحا لأنه باجتهاده في العلم والعمل بهذا العلم وبتوفيق الله له صار يصلح لدخول الجنة، صار يصلح لدخول الجنة كما قال السعدي رحمه الله تعالى، يصلح للقاء الله ولدخول الجنة. نقى نفسه من الرذائل ومن الدنس، قد أفلح من زكاها، وأصلح نفسه هذه بالصفات الحسنة بالتوحيد والسنة وبالتقوى وبالخوف من الله وبرجائه وبمحبته سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. الولي لا يعلم الغيب، الولي لا يهب الذرية، الولي لا يتصرف في الكون، الولي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا، هو عبد لله، مخلوق ضعيف منكسر بين يدي ربه، خاضع في ظاهره، خائف في باطنه،
مقبل على ربه يرجو رحمته ويفر من عذابه، هذا هو الولي. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أفضل الأولياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال له: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الأولياء والصالحين، وقال عنهم: وهم الذين علموا فعملوا بحقيقة العلم. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يوفقه الله لسمع ما يرضيه هو سبحانه وتعالى، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني وفي لفظ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني وفي لفظ ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أخرجه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث وفي بعضها ضعف، ونحن نريد أن نختصر لتعم الفائدة ولكي لا يكثر الكلام الذي ينسي بعضه بعضا. يعني يا جماعة، الزول يبقى ولي، كيف يبقى ولي؟ يتعلم ويعمل بالعلم، يكون مؤمنا صاحب عقيدة صحيحة، يكون متقيا لله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، انتهى الكلام. بدأ المصنف رحمه الله بأفضل الناس وبخير الناس، وهو الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو الذي يحد به الزهد، أي الذي ينظر إلى سيرته يعرف حد الزهد، كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في الجزء الأول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفحة 78، ونحن دعنا نختصر، دعنا نقف معاه 21 وقفة ونختم، نختصر شديد. وبعدين الزول الدار السيرة موسعة يرجع إلى كتب السير، ومن أفضل هذه الكتب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. ده كتاب قيم جدا، وفيه تحقيقات، بعض التحقيقات نقلها بعضهم من كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وفيها التمييز بين الصحيح والضعيف. ومن أفضل الكتب أيضا كتاب صحيح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني، والألباني مات قبل أن يكمل تحقيق هذا الكتاب، مات وقد وصل إلى أبواب منها باب الإسراء والمعراج، ثم انتقل رحمه الله تعالى من الدنيا. طيب، الوقفة الأولى: باب ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وذكر نسبه، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. أنا راجعت النسب ده من كتاب الألباني رحمه الله، دارين نقف مع الصحيح منه. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من أبناء ومن ذرية إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام. ده نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنت تحفظ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو حفظت أربعة أسماء منهم: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وسمي بعبد المطلب، لقب بهذا اللقب لأن المطلب لما مات هاشم وذهب المطلب إلى أهل زوجته وهم أمها وهم وفيهم أم شيبة اللي هو أم عبد المطلب، لما ذهب إليهم وحمل المطلب معه في دابته، وفي السفر أصابته الشمس فغيرت شيئا من لونه، فلما دخل به مكة ورآه الناس وهو راكب مع عمه المطلب اللي هو عبد المطلب وهو راكب مع عمه المطلب، قالوا هو عبد للمطلب، يعني ده شنو؟ عبد له، يعني غلام له، فسمي بهذا الاسم. طيب، دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: مات والده عبد الله، والد النبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو ابن 25 سنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال محمد بن كعب: خرج عبد الله بن عبد المطلب في تجارة إلى الشام مع جماعة من قريش، فلما رجعوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، يعني بغش أخوالي ديل وبقعد معهم لأنه كان مريضا، فقام عندهم شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة، فأخبروا عبد المطلب لوالده، أخبروه يعني بأنه نزل عند أخواله، فبعث إليه ولده الحارث. الحارث ده من أولاد عبد المطلب وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في بيان أعمامه صلى الله عليه وسلم. فوجده قد توفي، لما جاء أخوه الحارث وجد عبد الله قد شنو؟ توفي، ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي. فرجع إلى أبيه الحارث، رجع إلى أبيه عبد المطلب، فأخبره فوجد عليه وجدا شديدا، حزن عليه حزنا شديدا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، يعني لم تضعه أمه صلى الله عليه وسلم. ولعبد الله يوم توفي 25 سنة. انتهى الكلام. في كلام كثير ثاني أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولد، لكن هذا أفضل ما ننقله، أنه توفي وهو حمل صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. قال المصنف رحمه الله ذي الوقفة الثالثة: ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، قال في شهر ربيع الأول عام الفيل، واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهر. هو قال اتفقوا، هو قال بأنهم اتفقوا في شهر ربيع، لكن اختلفوا فيما مضى من الشهر، يعني مات في أول الشهر ولا في كم يوم منه إلى آخره، دي فيها خلاف. فيها قال واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال. الأقوال دي بتلقاها عند ابن كثير رحمه الله تعالى. قال أحدها، ولما قال على أربعة أقوال طبعا ما قاصد ابن كثير، لأنه ابن كثير جاء بعده، لكن ابن كثير نقل هذه الأقوال وسنذكر الراجح منها إن شاء الله تعالى. أحدها أنه ولد لليلتين خلتا منه، ولد لليلتين خلتا منه من ربيع، يعني يوم اثنين ربيع، ده القول شنو؟ الأول، القول الأول. والثاني لثمان خلون منه، يعني ولد يوم ثمانية ربيع. والثالث لعشر خلون منه، ولد يوم عشر من ربيع الأول. والرابع لاثنتي عشرة خلت منه، 12 يعني يوم 12 وكذا. الصحيح من هذه الأقوال كما قال الألباني رحمه الله في صحيح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحيح وأنه ولد في يوم ثمان من ربيع الأول. القول ده قال به منه محمد ابن جبير ابن مطعم بسند صحيح نقله الإمام مالك رحمه الله تعالى، ده القول الصحيح يوم ثمانية. ده لسه بسووا بدعة بتاعت المولد ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيختموا يوم شنو؟ يوم 12، ومولد مليء بالمنكرات من الشرك، طوائف يقولوا يا فلان مكتوبة في بعض الخيم في المولد، والبدع منتشرة يدقوا الطبول، والتبرج والاختلاط والمعاصي التي توجد في هذا الذي يسمونه الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وهو بريء منه صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده أسماء كثيرة جدا يا جماعة، حتى بعض العلماء علماء اللغة بعضهم قال بأن له 23 اسما، هذا قول لابن فارس، لكن نحن نذكر بعض الأسماء، نذكر حديثين اختصارا. الحديث الأول عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وهو جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء. والحديث ده برضه بتلقاه في البخاري ومسلم، تلقاه آخر حديث في الموطأ، ترجع لموطأ الإمام مالك تلقى آخر حديث. قال لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، محى الله بي الكفر فحارب الشركيات صلى الله عليه وسلم، حارب دعاء غير الله، وحارب ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، وحارب التمائم والحجبات، وحارب كل مظاهر الشرك صلى الله عليه وسلم، وكسر الأصنام، ونشر الله به التوحيد صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخذ من اسمه الماحي أنه صلى الله عليه وسلم يمحو الذنوب. قال أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فهمت الكلام؟ يعني بأني أنشر التوحيد بتوفيق الله فيمحو الله بي الكفر، وأنشر الإيمان بتوفيق الله لي. أما قولهم في الغلو أحمد يا حبيبي سلام عليك، قول المضلين أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك،
لحد ما يقولوا يا كاشف الكروب سلام عليك، يا ماحي الذنوب سلام عليك، وهذا يخالف الدين. الذي يكشف الكروب هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. في آية برضو واضحة شديد جدا، دي الآية دي ما في سورة النمل، في آية في سورة الأنعام، قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. مش واضحة؟ واضحة جدا. الذي يمحو الذنوب والله وحده لا شريك له. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كلام واضح. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهو صلى الله عليه وسلم في الذكر المعروف هو ذكر سيد الاستغفار في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالناس ذي غالتوه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لربه: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهم يقولون بأنك أنت يا رسول الله تمحو الذنوب، يخالفونه صلى الله عليه وسلم ويكذبون ما يقول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقولوا بأنهم يكذبونه لكنهم يكذبونه. طيب، الحديث ذا قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. من الجوزي شرح الكلام ذا، قال: الماحي الذي يمحى به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه أي يقدمهم وهم خلفه. ده كلام منه، من الجوزي رحمه الله تعالى. يا ما تقول وهابي، توفي سنة 597 هجرية. طيب، العاقب آخر الأنبياء. طيب، الحديث الثاني وفي أفراد مسلم، يعني انفرد به مسلم عن البخاري، من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والماحي والمقفي والماحي والحاشر ونبي التوبة والملحمة، وفي لفظ نبي الرحمة، يعني ذات ثلاثة أسماء: المقفي أو المقفى، سيأتي الشرح إن شاء الله تعالى، وزاد ونبي التوبة والملحمة. نبي التوبة الاسم السابع، والثامن ونبي الملحمة. الملحمة. طيب، المقفي بمعنى العاقب، لأنه تبع الأنبياء، تبع شنو؟ الأنبياء. ده شرح الإمام ابن الجوزي، شرح الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال: وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه، يعني أتى بعد الأنبياء، ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى آخره. الملاحم أو الملحمة الحروب، الحروب، فهو نبي التوبة، أتى بالشيء الذي يتوب به العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوبة. والشيء الذي يتوب به العباد إلى الله تعالى أن يقلعوا عن الذنب وأن يندموا وأن يعزموا على أن لا يعودوا إلى الذنب مرة أخرى.
وهو نبي الملحمة، الملاحم، الحروب، الحروب. من الأسماء التي ذكرت له الضحوك. قال ابن فارس رحمه الله: والضحوك صفته في التوراة. قال ابن فارس: وإنما قيل له، قال ابن الجوزي: الضحوك صفته في التوراة. قال ابن فارس: وإنما قيل له الضحوك لأنه كان طيب النفس فكها فكها. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح. ده حديث، إني لأمزح. هذا الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر، وأخرجه الخطيب أو ذكره الخطيب في تاريخه عن أنس، وهو في صحيح الجامع للألباني، حديث ثابت: إني لأمزح. لأن في ناس بيزعلوا منك، كان ضحكت بيزعلوا منك، بقول لك أنتوا بتضحكوا ليه؟ أهنصر استفدنا شنو يعني؟ الزول لو صر استفاد شنو يعني؟ قال لك: إني لأمزح. النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب، الوقفة الخامسة: مرضعاته صلى الله عليه وسلم. فنذكر في بيان ذلك ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله من مرضعاته صلى الله عليه وسلم: ثويبة، وهي مولاته، فهي مولاة أبي لهب. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا نعلم أحدا ذكر أنها أسلمت غير ما حكى أبو نعيم الأصفهاني. أن بعض العلماء قال: قد اختلف في إسلامها، لا نعلم أنها أسلمت. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين أرضعتهم أرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، والد عمر ابن أبي سلمة، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غلاما: قال: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأرضعت حمزة رضي الله عنه، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وأيضا أرضعته حليمة، التي تعرف بحليمة السعدية. قال ابن الجوزي رحمه الله، وذكرها قبل ثويبة هنا في الشرح، قال: فأما حليمة فهي بنت أبي ذؤيب، واسمه عبد الله ابن الحارث ابن شحنة ابن جابر السعدية رضي الله عنها. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج خديجة، يعني بعد أن كبر أرضعته وهو صغير. وهناك قصة طويلة معروفة، لكن نحن لا نريد أن نطيل. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج خديجة، يعني بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه جدب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها 40 شاة وأعطتها بعيرا. ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث ابن عبد العزى. إذن هي أسلمت كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب، الوقفة السادسة: توفيت أمه آمنة صلى الله عليه وسلم. قال: لما ردته حليمة، قال ابن الجوزي: لما ردته حليمة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة إلى أن بلغ 6 سنين، ثم خرجت به إلى المدينة إلى أخواله بني عدي ابن النجار، تزورهم به ومعها أم أيمن تحضنه صلى الله عليه وسلم. فأقامت عندهم شهرا آمنة، وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 6 سنوات. قال: ثم رجعت به إلى مكة فتوفيت بالأبواء، فقبرها هنالك
فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء في عمرة الحديبية بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم زار قبرها وبكى صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة المراحل المر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يموت أبوه وهو حمل، وتموت أمه وهو ابن 6 سنوات، وتموت وهو في الطريق إلى مكة، ويحضر صلى الله عليه وسلم حفر قبرها وهو يراها، ويدفنها صلى الله عليه وسلم ومعه أم أيمن وهو ابن 6 سنوات. كده تتخيل المسائل دي. وانظر إلى تربية الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، وإلى حفظه له صلى الله عليه وسلم. لأنه يا جماعة التربية التوفيق أولا وآخرا من الله تعالى. قال تعالى عن المؤمنين وعن عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله لو رباك سبحانه وتعالى التربية الدينية فإنك تكون من خير الناس، ولو تركك الله سبحانه وتعالى وأعرض عنك واجتمع الآباء والأهل على تربيتك ما استطاع. شكي دائما أولادك اسأل الله أول شيء يصلحهم، بعد ذاك انت يتخذ الأسباب، سوقنا المساجد، درسهم كتب. ليه يا جماعة البيوت دي ما في مجلس بتاع مدارسة بتاعت كتب في البيوت؟ ليه الزول ما يجيب زوجته وأولاده ويقعدوا في طرابيزة ويقروا كتب نافعة بدل مسلسلات وتوم أند جيري وفيسبوك وبلاوي وواتساب وأشياء، والبنات يمرقوا متبرجات، والناس يتأثروا بالعلمانية وكذا. ربي ولدك على الدين، لأنه الآن في هجمة شديدة على الدين. هسي نحن جايين في المواصلات، قبل ما نلاقي واحد من اخواننا اسمه عبد الباقي، قبل ما نلاقي ركبنا عربية في الرادي مشغلين واحد يحارب في مسألة من مسائل الدين، وهو طبيب. واحد داخله في الرادي خش عليه قال له الدليل كذا وكذا وكذا، والأئمة الأربعة قالوا كذا ودين رأوا كذا وكذا، وجاب له الأدلة. الطبيب قال له: طبعا أنا طبيب لكن برضو متفقه في الدين، وبقى ينجر وينجر في الرادي. احنا لا لمينا في شكله ولا لمينا في الرادي نخش عليهم بمكالمة، وإلى الله المشتكى. ناس يحاربوا في الدين باسم الدين ومن داخل أهله. الناس زي اللي بيعملوا كذي، ليه ديل اللي عندهم أفكار والواحد عامل فيها عنده ذكاء وعنده عقل وعبقرية، ما تخش في كتب النصارى توريهم التناقضات بتاعتهم، ما تخش في كتب اليهود وتوريهم ضلالاتهم الحرفوها، ما تخش في كتب أهل الباطل من الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم والشيعة والروافض وأهل الضلال وترد عليهم. ليه ما تهاجم إلا الإسلام وما تهاجم إلا صحيح البخاري وكذا وكذا؟ ليه؟ شكا يا جماعة الزول ولده يربيه على الدين من صغير. طيب، بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله وفاة عبد المطلب، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكفله أو كان يحتفظ به صلى الله عليه وسلم. توفي عبد المطلب باختصار شديد جدا، ودفن بالحجون وهو ابن 82 سنة، عمره 82 سنة، وقيل أنه ابن 110 سنين، ويقال 20 سنة. 3 ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يعني في بعضهم قال عمره 82 سنة،
وبعضهم قال عمره 110 سنوات وبعضهم قال 120 سنة. طيب لما مات عبد المطلب كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، عمره 8 سنوات. وقد أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان يحرص على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم مدة 43 سنة. شوف الفترة دي، من عمره 8 سنوات لحد ما تم عمره 51 سنة، ومع ذلك لم يسلم. ورأى العجب، ورأى العجائب، ورأى الأدلة الباهرة الناصعة البيضاء، ودافع عنه ظاهرا وأحبه وكان يعطف عليه، بل في مختصر السيرة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حوصر أبو طالب ومعه أهله 3 سنوات. خير زول مشرك بدافع عن أعظم داعي إلى التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، 3 سنوات. قال صاحب المختصر: حتى إذا جاء الليل سمع الناس صياح النساء من الجوع، ومع ذلك لم يتنازل أبو طالب 3 سنوات. وهزل جسده وهو كبير في سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت على الدين. دي برضو فائدة يا جماعة للداعي إلى الله تعالى، كونه زول وقف معاك العاطفة ما تخليك تخلي شنو؟ الدين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ده زول مشرك وديل أهلي والناس اللي يقفوا معاي أنا أقوم أخلي شنو الدعوة ولا أنا أرخي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلى آخر الآية. طيب، رعى صلى الله عليه وسلم الأغنام وعمل بالتجارة لخديجة رضي الله عنها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. شهد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانته التي وهبه إياها ربه سبحانه وتعالى، شهد بذلك القاصي والداني. قال ابن الجوزي رحمه الله: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة. الكعبة لما تشققت وأصابها ما أصابها اجتمع الكفار على بنيانها وجمعوا اشترطوا في المال أن يكون مالا من الحلال، فلا يكون فيه مال ربا ولا مال خمر إلى آخره، ومال ربا إلى آخره. فلما بنوا الكعبة وأرادوا وضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش بحكمه فيها. لماذا تراضوا؟ قال: وكانوا قد اختلفوا في من يضع الحجر، واجتمعت القبائل التي تأتي وتحج ويهمهم أمر البيت، اجتمعوا وكل قبيلة وكل واحد من الناس يريد أن يضع هو الحجر وأن ينال هذا الشرف عندهم. قال: وكانوا قد اختلفوا في من يضع الحجر، فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل يدخل المسجد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين. فقال: هلموا ثوبا، يعني ائتني بثوب. فوضعوا الثوب على الأرض. قال: فوضع الحجر فيه
صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حكمته وإلى ذكائه وإلى توفيق الله له. لم يقل يأخذ الحجر فلان أو قبيلة فلان، وإنما قال هلموا ثوبا، فوضع الحجر فيه في الثوب، وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من نواحيه، من نواحي الثوب الذي فوقه شنو؟ الحجر. قال وارفعوه جميعا، أي أمرهم بأن يرفعوه، أن يرفعوا الحجر. ثم أخذ الحجر بيده فوضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن من حديث السائب بن عبد الله. انظر تعليق الإمام الألباني في فقه السنة، في فقه السيرة. فلما أتت له 40 سنة، ويوم بعثه الله عز وجل، وذلك في يوم الاثنين، بعثه الله وهو ابن 40 سنة، وكان ذلك في يوم الاثنين، فأوحى الله تعالى إليه، وجاءه جبريل عليه السلام في الغار. الوقفة التامنة يا جماعة، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو علم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وما أتى به، حتى أهل الكتاب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أي رضي الله عنه، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس، فقال: أخرجوا إلي أعلمكم، أي من أهل الكتاب، أخرجوا إلي أعلمكم. فقال عبد الله ابن صوريا، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال أحدهم هو عبد الله ابن صوريا، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى بهذا الرجل، فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم، وأطعمهم من المن والسلوى، وظللهم به من الغمام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناشده: أتعلم أني رسول الله؟ وهو أعلمهم عندهم. قال: اللهم نعم، اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، مكتوب عندنا، ولكنهم حسدوك. هكذا، ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ أنا ذا الكلام الأثرني، ذاك مؤثر ومؤلم، لكن الكلام البعض هذا مؤلم شديد جدا ومخيف. قال: فما يمنعك أنت؟ أوك تحسدونهن، أنت ما تسلم وتعلن الإسلام وتعلن إن علي حق. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. يمكن يسلموا، أنا بعدها شنو؟ بسلم. أخرجه مختصرا البخاري في الجزية والموادعة، وفي غير موضع من صحيحه. الكلام ده يا جماعة مخيف جدا، ترك الصدع بالحق خوفا من شنو؟ من قومه، وانتظر حتى يسلم قومه وهو يعلم أنهم حساد حسد، فانتظر حتى يسلموا ليسلم، وما أسلموا وما أسلم في هذا الوقت الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام مؤلم للغاية، وفيها أن الإنسان لا يلتفت إلى الناس، وإنما يصبر على أذاهم، فاصبر على ما يقولون. والدين يا جماعة، احنا مشينا بعض القرى وجدنا أن هذا الأمر يحتاج أحيانا إلى شجاعة وإلى قوة. مرات قرية تكون فيها ناس على ضلال، ويعتقدوا في شيوخ، ويعتقدوا في أموات، عقيدة باطلة، وإنت تكون براك، لازم تواجههم، يحتاج إلى قوة أحيانا هذا الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
وقال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الدين ده مرات داير قوة، مش تكون ماشي بالحيطة قاتل ظلك، مرات تكون قوي في الحق لأنه داير مواجهة، لأن الذي يأتي بالحق يقف بينه وبين بين الناس وبين أهوائهم، بتقف في النص. أفكلما جاءكم رسول، خليت رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واصبر، بيجوا فيك ناس البيت والناس البر وكذا، وانت معاك الأدلة الحمد لله، اصبر. طيب، الوقفة التاسعة، ذكر طرفا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، نكتفي بذكر معجزتين والكلام يطول. المعجزة الأولى، قال: اعلم أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، إلى أن قال: وأكبر معجزاته الدالة على صدقه القرآن العزيز الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا وكفى به. ده أعظم معجزة، وده يا جماعة فيها رد على شبهة بيجيبوها القوم بيقولوا: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. طوال حاججهم بالقرآن، قولون القرآن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في ولي بيقدر يجيب معجزة؟ هل في؟ ما في. إذن انتهى الأمر. الأمر المعجزة الثانية، معجزة الثانية ونكتفي بها، قال عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، شافوا هذا انشق القمر ذاته، شافوا انشق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال: أخرجاه في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم. قال: والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن عباس وأنس إلى آخره. طيب، فمعجزاته كثيرة صلى الله عليه وسلم، ذكرنا منها هاتين المعجزتين. عمومته صلى الله عليه وسلم، دي الوقفة العاشرة. قال ابن السائب: هم أحد عشر عمًا، يعني عمامه 11 عم. الحارث والزبير وأبو طالب وحمزة وأبو لهب. أبو لهب اسمه عبد العزة كما قال ابن القيم في زاد المعاد. والغيداق قال ابن القيم رحمه الله اسمه مصعب وقيل نوفل، يعني قيل مصعب وقيل نوفل، يعني يا اسمه مصعب يا اسمه نوفل، يقال له الغيداق. والمقوم بتشديد الواو وكسرها، المقوم. وضرار والعباس وقثم بضم القاف وفتح الثاء. وحجل، عفوا، وجحل، الجاء قبل الحاء، جحل. واسم جحل قال المغيرة، اسمه المغيرة، وقال غيره غير ابن السائب قال هم 10 ولم يذكر قثم. قال: واسم الغيداق جحل، لكن أنا لقيت ابن القيم رحمه الله رجعت إلى زاد المعاد فقال بأن اسم الغيداق مصعب وذكر اسما آخر نوفل. نوفل ديل أعمامه، الأعمام ديل 11 ما أسلموا منهم إلا حمزة والعباس، حمزة والعباس رضي الله عنهما. عماته ست عمات: أم حكيم وهي البيضاء، وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. قال: فأما صفية فأسلمت من غير خلاف رضي الله عنه. صفية والدة الزبير ابن العوام، وكانت ترسله مع حمزة إلى الصيد
ليتعلم الشجاعة والقوة، وكان حمزة يصطاد الأسود كما يقال عنه. بيجينا سيارة النازل إن شاء الله كلهم. قال: وأما عاتك وأروى فقال محمد بن سعيد أسلمتا وهاجرتا إلى المدينة، وقال آخرون لم تسلم منهن من الست من عماته إلا صفية. طيب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب. فهمت الكلام؟ يعني أم بدعة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم بتبقى لوالد الرسول عليه الصلاة والسلام بدعمه، وبرضه بقولوا بيت العم برضه لشنو؟ لولد ود العم، برضه نحن في الدار يقولوك بعد تمشي تسمعها بالراحة بتقع عليك. طيب، قال: زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، وتاني زوجته برضه زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن أبي ضرار. أيضا من زوجاته تسعة، قال: صفية بنت حيي ابن أخطب. أيضا من زوجاته ميمونة بنت الحارث ابن حزن. طيب، قال: وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء فلم يدخل بهن، وخطب جماعة فلم يتم النكاح، لحد ما ذكر كلاما. أيضا من السراري ذكر ماريا القبطية رضي الله عنها. قال: بعث بها إليه المقوقس، قال: ريحان بنت زيد، ويقال إنه تزوجها. وقال الزهري: استسرها ثم أعتقها فلحقت بأهلها. وقال أبو عبيدة: كان له أربع، ماريا وريحانة، دي يعني من السراري ماريا ومنهن ريحانة. قال أبو عبيدة: كان له أربع، أي من السراري ماريا وريحانة، وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. أولاده صلى الله عليه وسلم، ابن الجوزي هنا ذكر قال: أما الذكور فالقاسم، وبه كان يكنى، وهو أول من مات من أولاده وعاش سنتين. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله. عبد الله وهو الطاهر والطيب ولد له في الإسلام. وقال عروة: ولدت له خديجة القاسم والطاهر وعبد الله والمطيب. لكن ابن القيم، وده جماعة ملخص الكلام، وقال سعيد ابن عبد العزيز: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة غلمة: إبراهيم والقاسم والطاهر والمطهر. ذكروا كلاما إلى أن قال: إبراهيم أيضا من أولاده، هو أمه ماريا القبطية، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، وتوفي ابن 16 شهرا، وقيل 18 شهرا، ودفن بالبقيع. ملخص الكلام لخصه ابن القيم رحمه الله عشان الكلام ما يشتت لك: عنده ثلاثة أبناء وليس أربعة، عنده ثلاثة أبناء. عبد الله قال ابن القيم: ويلقب بالطيب والطاهر، دي الألقاب ما أسمى، تلقاه في زاد المعاد. عبد الله والقاسم وإبراهيم ثلاثة، دي من الأبناء. البنات الإناث أربعة: فاطمة عليها السلام أو رضي الله عنها، وإذا قلنا عليها السلام لا نشابه الشيعة، ولذلك إذا كان فيها مشابهة لهم نقول فاطمة رضي الله عنها، وهذا هو الأولى، نقول رضي الله عنها. وأما إذا قلنا عليها السلام لا نميزها فنقول
فاطمة عليها السلام ونقول عن بنته أم رقية رضي الله عنها، نقول عليهن السلام جميعا كما يقول المصنفون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الجميع. لكن إن ميزت تمييز الشيعة فهذا باطل، مع أننا نرى أن فاطمة رضي الله عنها هي من أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم، ومات أبناؤه جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. قال ابن الجوزي مكثت هذه الفترة بعد وفاته ليرفع الله درجتها ويزيد لها من الخير بالبلاء. أو كلمة النحو، فاطمة ولدت قبل النبوة 5 سنين، وفاطمة أكبر من عائشة رضي الله عنها 8 سنوات. دي بتجينا إن شاء الله في وقت. زينب فاطمة زوجها علي رضي الله عنه، زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع، الثالثة رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم اللي زوجهم منه زوجن عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية فماتت فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. لو كان عثمان رضي الله عنه كما يقول الشيعة والروافض كافرا أو ملعونا، كيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لملعون ثم تموت فيزوجه الثانية ثم تموت؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهم يقولون بأن أباها ملعون؟ كيف يتزوج ابنة الملعون؟ وكيف يتزوج حفصة ويقولون بأن أباها عمر ملعون؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون، هم خير الناس رضي الله عنهم جميعا. طيب، الوقفة رقم 12، ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة في وصفه صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بذكر حديث واحد والكلام يطول، والتوسع إن شاء الله في موضع آخر إذا بدأ الناس كتابا لسيرته صلى الله عليه وسلم منفصلة، سيرته منفصلة. طيب، قال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعت يعني يصف يعني، فقال أي أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، يعني لم يكن قصيرا ولم يكن طويلا شنو بائنا. عشان كذي تلقى في شرح الشمائل المحمدية، شمائل المحمدية لابن للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، شمائل المحمدية كتاب مشهور فيه أكثر من 414 حديث، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة. قالوا ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، لكن في كتاب الشمائل كلاما قريبا من هذا، وهو أنه إلى الطول أقرب منه إلى شنو القصر صلى الله عليه وسلم، يعني هو أقرب إلى الطول من شنو من القصر. فهمت؟ ده الوصف الأول. أزهر صلى الله عليه وسلم اللون، ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، يعني لونه ما آدم ولا لونه شنو الآدم ده، يعني بسمونه احنا في الداري هنا نقول لك أسمر غامض، يعني أسمر غامض لونه ما أسمر صلى الله عليه وسلم غامض، ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق يعني شديد البياض، في بياض يا جماعة ما محبوب، في بياض مرات ما محبوب، مش البياض المحبوب الذي كان يعني يوصف به صلى الله عليه وسلم، بياض مشرب بالحمرة. هسي مش في بعض الناس بتشوفهم في بعض الغنوات أو في بعض تلقاه أبيض شديد لما شنو ذاته مرات تغيز منه، يعني وإن كان ده ما عيب، ده ما خلق من الله سبحانه وتعالى. فهو ليس
قال ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، كان أبيض مشربا بالحمرة، مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم، جميلا في خلقته صلى الله عليه وسلم. قال رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط. السبط يعني ما النوع الشعر الجنوب يكون مستقيم تماما زي الساوين بيمكوى بعض الناس تلقاهم. ولا الجعد ولا القطط يعني الشديد التجعد، يعني تلقاه زي المفلفل، وإنما فيه قال رجل الشعر ليس الرجل هو الذي فيه تثني قليل، قال ابن الجوزي رحمه الله، يعني أنه فيه تثني قليل، وكان شعره صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه في الشمائل المحمدية، وذكر رواية أخرى إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان كأنه أقرن وليس به قرن، وإنما بين بين حاجبيه وعينيه عرق إذا غضب هاج، وإذا ابتسم وفرح استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، ووجهه أقرب إلى المستدير، وهو كث اللحية صلى الله عليه وسلم، وكثاثة لحيته إلى الأسفل أكثر من العارضين صلى الله عليه وسلم، وهو واسع الفم صلى الله عليه وسلم جميل المنظر، وواسع العينين كأنه أكحل، وطويل الرموش صلى الله عليه وسلم، من رآه كأنما يرى النور في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأعظمهم هيبة صلى الله عليه وسلم. ده شكله. أما جسده صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسمين ولا بشنو ولا بالهزيل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم الكراديس كما في الشمائل المحمدية، عظيم الكراديس، كراديس العظام، خاصة عظام شنو المفاصل، وهذا قال يدل على قوته، عظيم الكراديس. قال أنس في البخاري كنا نرى أن له قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى كأنما ينحدر من فوق صلى الله عليه وسلم، يعجبك مشيه ويعجبك سمته صلى الله عليه وسلم، ومظهره من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم وفرح بلقياه. نسأل الله يجمعنا به في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أقام بمكة 10 وبالمدينة 10، 10 الأولى دي قال ابن الجوزي لا تعارض بينها وبين الحديث الذي في البخاري وفي غيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقام بمكة 13 سنة، قال لأن الدعوة في بدايتها كانت في الخفاء 3 سنوات ثم انتشرت في الملأ 10 سنوات، يعني 23 سنة، 13 في مكة و10 في شنو في المدينة. قال وتوفي على رأس 60، ليس في رأس يعني 63 سنة، على رأس 60، هم مرات ما بيذكروا الكسور أو الأرقام القليلة. ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم، خلق جميلا ومات جميلا صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، عرفت وصفه. أما حديث أم معبد رضي الله عنها، الحديث ذا جماعة حديث منتشر بين الناس، بعض أهل العلم مال إلى تضعيفه وبعضهم صححه، صفحة 47 من الطبعة دي جاء فيها تحقيق. قال حديث أم معبد أورده بطوله الهيثم في المجمع في الجزء السادس 55، صفحة 55 ل 58، وقال رواه الطبراني، ده الهيثمي، قال رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لا أعرفهم، وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكات، مشكات المصابيح تحت الحديث رقم
أو برقم 5943. الألباني رحمه الله قال: وكذلك رواه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 19، قال: وصححه منه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني: قلت وهشام بن حبيش أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، دار اذكر لك العلة شنو، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولا ذكر له غير ابنه راويا. طيب، قال: فأنى لإسناده الصحة، يعني الألباني قال كيف يكون لإسناده الصحة؟ قال: نعم، قد يرتقي الحديث إلى الحسن أو الصحة بطرق ساقها الحاكم. وقال الذهبي: ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح. المهم، نحن الآن اكتفينا بذكر شنو؟ الذي في البخاري ومسلم. طيب، نمشي قدام. ١٣، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ١٤، تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي عبد الله الجدلي قال أو الجدلي قال: قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، يعني مع زوجاته أو مع أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. رواه الإمام أحمد، وهو في صحيح الترمذي أيضا الألباني. طيب، قال: وعن أنس رضي الله عنه. الحديث ده من أعجب الأحاديث المرت بي، وتوريك تماما حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا ما حديث عجيب جدا، هو سطر واحد وقد يكون مشهور عندكم في صحيح البخاري. قال: عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أفٍ ولا لما صنعت، ما حصل قال لي ليه عملت كذي 10 سنين، ولا ألا صنعت. قال: رواه البخاري. يعني ما قال لي ما حصل قال لي أفٍ 10 سنين. تخيل زول وما ماشي معاه كصاحب بس يخدمه، وما قال له يوما أفٍ. هذه تزوج المرأة 10 يوم بس الأسبوع الأول بيسموه شهر العسل، ده من أول 3 يوم أوف بتكتر، أوف لما عندها بخار وسموم ذاته. معقولة يا أخي؟ أيوة والله شغلة عجيبة جدا، الناس لكن أخلاقها تكون حسنة. والله يا جماعة ده خلق لا يكاد يعني إنسان يعبر. 10 سنوات ماشي معه، ما حصل يوم قال لي انت عملت كذا ليه؟ انت بتقدر على شغل زي ده؟ 10 سنوات انسان يكون احيانا غضبان، احيانا فرحان، احيانا يكون مستعجل معه ضيوف، سوي ما تسوي كذا في البيت. مرات لما نيجي ضيوف الزول يقلق ناس البيت، شت المره سوي سريع، والحاجه في البوتجاز يعني تولع عليك وده بيجاي وده كذا. الزول يا جماعه اخلاقه تكون شنو؟ حسنا. نحن والله دارين الكتاب ده نستفيد منه كلنا يا جماعة، كلنا. لذلك هذا الكلام أنا لا أستطيع التعبير عليه عنه بكل ما في قلبي. ما في 10 سنوات سفر ومشي وجية وقاعدة وقوم، والإنسان يغضب ويرضى ويفرح ويحزن، ويأتيه الناس ويخلو وكذا، ومع ذلك ما أساء إلى أنس رضي الله عنه. ده خلق عجيب جدا. قال: وعن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت قليل الضحك. طويل الصمت
لا يكثر من الكلام فيما لا فائدة فيه. عليك الله يا جماعة، في رجل في الدنيا دي، رجل مخلوق كلامه يكون منهج زي النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أي كلمة يقولها صنفوها طلعوا منها فوائد ويكون نور للناس يسلكوه. والإنسان إذا طال صمته أي لا يتكلم في شأن الناس ولا في دنياهم، في شأن الناس الذي لا ينفع ولا في دنياهم، فإنه يكثر من التسبيح ويحرك شفتيه، أو يكثر من التفكر في شأن الآخرة وما ينفع في الآخرة. والتفكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أسباب صلاح القلوب، نذكره إن شاء الله في بعض تراجم هؤلاء الناس إذا مد الله في الآجال ووفق. طويل الصمت قليل الضحك. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر، أي بعض أصحابه، الشعر الذي لا محرم فيه لا محظور فيه. قال يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. هم يضحكون وربما هو شنو؟ تبسم صلى الله عليه وسلم، انفرد بإخراجه مسلم. طيب، تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني أن صاحبه جابرا مريضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ليس براكب بغلا ولا برذونا، ما راكب أي شيء، لا حصان لا بغل لا دابة. قال انفرد بإخراجه البخاري، يعني أنه يذهب فيزور أصحابه أحيانا مشيا على الأقدام، وهذا من تواضعه. نأخذ هذا التواضع ونطبقه إذا وفقنا الله تعالى. قالوا عن أنس، لا وعن الأسود، خليه الفوق ده خليه. قالوا عن الأسود قال قلت لعائشة، ونحن قاعدين نختصر بعض الأشياء. قالوا عن الأسود قلت، قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته، يعني ما الذي كان يصنعه؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. انفرد بإخراجه البخاري. هسي دي برضو الناس المزوجين لو طبقوا الكلام ده، في ناس قد يزمون من ذاته، الله يوفقهم يطبقوا. تجي تلقى المرأة تغسل تقول لا كذا زح شوية نغسل، وتلقاه تخيط في هدوم تقول لا نخيط معاك، تلقاه تسوي في ملاح تقول لا أجيب النطائم وليك. تقدر على شغل زي ده؟ ده اللي بيجوا زي الملوك، واحد يجي وما الآن زيوت تلقى مكانيكي، ما حرام مكان المكنكة بس يتغي الله، وتلقاه شغال بتاع خدار وكذا، كلنا ذاك الرجل يعني. تلقاه يجي يرقد في السرير ويخلف كراعه ويا بيت، هي مرة قدره يا بيت. أنا بتغاظ لما زول يقول لي مرته يا بيت، بتغاظ والله يا بيت. أنت ما تقول لا يا مرة، ما تقول لا يا عمر، ما الطايبة وكل يوم جاي مغبر، ما تجيب لها هدية إن شاء الله إيس كريم، ما تقول كبيرة بلا إيس كريم، قول لها شوف الجو ده بارد كيف وهكذا، وضاحكة يا أخي المرأة أديها كلام طيب. أهلك في البيت الزول يا جماعة والله دي من علامة الشر، تلقاه برا طيب مع الناس وعامل فيها ظريف، وجوا بيته تلقاه شرس. ليه؟ عشان دي ضعيفة، ادوك ليها هدوك لا عادي لهلا، خلوك انت سافرت بها وجبت بيتها، جبتها بيتك وانت بتمرق الشارع، هي قاعده محبوسه بين اربع جدران وقاعده منتظرك، تجي تتنفر وتتضايق وكذا وكذا. يا اخي انت حتى لو عندك شيء هاميك، اول ما تجي داخل البيت ده تعال متبسم ان شاء الله دقيقه واحده، بعدها ثاني صر ما مشكله، لكن اول ما تجي داخل على صاري وتشوت في طرابيزة وتشود في جنود تكسر. إنسان يتقي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، أمشي الغنم حليب كذا كذا. لو المرأة عيانة طايبة قال اقعد جنبها في السرية هبيشة في راسها طايبة أحسن لها، ولو مفلس يعني السعادة دي ما بالقروش، في زول مفلس حق الدكتور ما عنده،
لكن ممكن المرض يقرب منا وكذا ويجيب لها مويه بارده وان شاء الله بقيت كويسه وكذا وكذا. ينسيها ذاته الدكتور وذاته يبقى دكتور في البيت. مرات الامراض دي ما اوهام التقاشن. طيب قال وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وقد وار التراب بياض إبطه صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. شوف التواضع ده كيف قال أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ وفي بعض الألفاظ والله لولا الله ما اهتدينا. التواضع حين وين يا جماعة والانكسار لله سبحانه وتعالى. والله لولا الله أو لولا أنت ما اهتدينا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما تقول أنا زكي وأنا عشان بعيد من الذنوب وأنا عشان زول تقي وأنا عشان زول فاهم الناس ضلت وأنا اهتديت. الهداية دي بيد الله. وإياك يوم من الأيام يوما من الدهر ترى أن لك فضلا على إخوانك مهما علمك الله ومهما من عليك بالبلاغة ومهما وفقك للمواقف التي تنصر فيها الحق وتكسر فيها شنو الباطل. مهما بقيت نشيط تجي الحلقات وتسوي الدروس وبيجاي وتمش بيغادي وكذا 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 الفضل ده كله بيد منه بيد الله. انكسر لله سبحانه وتعالى. ما تغتر ولا تتكبر. وجماعة لو ما مرقنا من المجلس إلا بيدي كفاية. زول دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. من شفقته صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم قال عن أنس ابن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. أتجوز يعني شنو؟ أخفف يعني وأسرع. قال فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجاه في الصحيحين. ده برضو من حسن الخلق حتى في الصلاة. طيب قال ذكر حلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم. دي نمرة 15. قال عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. لابس له لبس نجراني غليظ هنا الحاشية. فأدركه أعرابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة. الرداء أعلى الثوب والإزار أسفل الثوب من المنتصف إلى أنصاف الساقين أو فوق الكعبين والذي في الفوق يسمى الرداء. الرداء فجبذه بردائه جبذة شديدة. جبذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قادر صلى الله عليه وسلم على أن يضربه لأنه أوتي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم لكنه كان يصفح. قال أنس حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته من شدة جبذة الأعراض حد ما شنو أثرت في العنق. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إلى رسول الله فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. الكلام ده يا جماعة بغضب ولا بضحك؟ بغضب. لكن شوف الصدر ده سليم كيف. وذات الزول لما يكون عابد
أزي تجرب الكلام ده. أمرك صلي الصبح في جماعة وسبح لما تطلع الشمس، وصلي ركعتين، صلي الضحى برضو، ولو الله وفقك قريت جزء قبل الصبح، تعال مارق الشارع بعربيتك سيارة ولا بيركشة برضو، بيركشة برضو ود الناير ولا بموتر زي حسين ده. مهم لما تجي في الشارع وزول يضايقك، أسألك بالله موقفك بيكون زي لما تصحى الساعة 7 صباحا أو 8 والوضو تكلفت فيه والسواق زاد والشنو، وتصلي بالسرعة وجاير يلاحق الشغل زيها، هل ردة الفعل بتكون واحدة؟ والله يا ما العبادة بتريح القلب، خليك صدرك ده واسع، ضربك بجاي يقول له تفضل تفضل امشي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، أخرجاه أي في الصحيحين البخاري ومسلم. ده الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، منها سلامة صدري، منها حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، منها أن المعاملة الشديدة ليست حجة لك إن كنت مسؤولا عن بعض أشياء الناس أن تترك إعطاءهم حقوقهم. يعني كون زول جمع احترمك ما يخليك إنك لو عنده حق عليك ما تديه حقه، صح ولا ما صح؟ وإنما إذا أردت أن تطالب بحقك فهذا شأن، وإن عفوت وصفحت فمن عفى وأصلح فأجره على الله. طيب نمرة 16، نمرة 16 16 ذكر مزاحه ومداعبته صلى الله عليه وسلم. مع عظمته ومع مكانته كان يمازح الناس صلى الله عليه وسلم، توريك انه انت المكانه دي ما بتنالها بالقوه، في ناس قالين بالقوه بس، بالقوه ولا الكوراك ولا كذا ولا كذا، والشغله دي الرفعه دي بيد منه، تعز من تشاء وتذل من تشاء. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويت الدنيا دي أطلب فيها الغمور دائما، خليك زول مغمور، زول ما معروف عند الناس. ولو أن العبد إذا نشر الله علمه ولم يعرفه الناس لو كان هذا باختياره لفعله الذين يريدون الدار الآخرة، عشان كده رب العزة والجلال قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب مرة أخونا أبو بكر حفظه الله، أخونا وشيخنا أبو بكر، قال لي في واحد من الناس اللسي تركوا أخواننا ومشى وكذا وبقى يهاجمون، ونحن ما عندنا حزب ولا جماعة، لكن كان يتآلف معهم ويذهب ويأتي وكذا، ثم تركهم وصار حربا عليهم. قال لي مرة سولينا فتن، قال لي جبتوا بعد حلقة 17 بتاعت أم درمان، أنا ماذا أجيب اسمه لأنه ما فائدة من ذكري اسمي، قال لي جريته بجنبة قلت لي أنت قلت كذا وكذا وكذا، قال لي لما بك؟ قال لي أنا قلت كذا، كذب زاي. قال لي ليه عملت الشيء ده؟ ليه كذبت علينا وكذا وأثرت الفتن؟ قال لي أنتوا ما كنتم مقربيني والفترة دي زحيتوني شوية، هسيدة فهم؟ وانت بتطلب القرب من آداب وشياب ومزمل ود البدوي خبطته زايد تحت، لكن مهم انا جبته عشان ما تقول في حاجة يعني. ويسري وضحوية ونبيل والإخوان الدعاة غير نحسبهم الله حسيب، انت بتطلب القرب من الأشخاص ولا القرب من الله يا جماعة؟ انا ضراني شنو لو أخواني كلهم ما عرفوني أو ما قربوني، لكن أنا بحبهم في الله لأنه بينشروا التوحيد والسنة نحسبهم، أنا ضراني شنو؟
إنسان يطلب القرب من الله سبحانه وتعالى ويطلب المكان عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يعرفه الناس. طيب الكلام ذي الجران له مع مكانته صلى الله عليه وسلم، كان يمازح صلى الله عليه وسلم ويداعب ويداعب المداعبة المحمودة والممازحة المحمودة. قال عن أنس أن رجلا من أهل البادية، نحن نذكر ثلاثة من الأمثلة. قال عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي أو يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني لما بيجي يجي بدي هدايا لمنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نجي يسافر الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يعني يجهزه كأنه يهدي له أو يهتم بأمره وهكذا ويجهزه لسفره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه، يعني هو البادية، هو في البادية ونحن في شنو في الحضر، هو بادينا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زاهرا هذا رضي الله عنه. وكان رجلا دميما، وكان رجلا دميما، يعني أنه لم يكن في جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال أبي بكر وهكذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، قاعد يبيع في السوق أو في المهم بيبيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتاه، قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلف، فاحتضنه من خلف. إذا المرات يجيك من وراء ويمسكك صدره مع شنو مع ظهرك وباقي جسده يبتعد من باقي جسدك. قال: فاحتضنه من خلف من خلف ولا يبصره الرجل، لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسلني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرسلني، يعني بالدارج بتاعتنا شنو أيوة في الكنيعة. ثم قال: من هذا؟ أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الممازحة وين، يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري شنو العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. شوف الصحابة ذلك، إذن والله تجدني كاسدا، يعني ما عندي قيمة كثيرة وعنده قيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله عز وجل لست بكاسد. دي كفاية ولا ما كفاية؟ قال: أو قال: لكن عند الله أنت غال. رواه الإمام أحمد. طيب قال: أخرجه أحمد والبغوي في شرح السنة والصحاح الحافظ في الإصابة. طيب قالوا عن عائشة المثال الثاني، وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، يعني أنا كنت صغيرة وجسمي لسه ما حمل شنو اللحم رضي الله عنها، ولم أبدن، يعني لم أصر بدينة، يعني لم يكن لي لحم وإنما لحم كثير، وإنما كنت جارية أي صغيرة. فقال للناس: تقدموا، ماشيين معركة أو في سفر. قال للناس: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. قال لي زوجته بعد، قال للناس أمشوا قدام، قال لي زوجته شنو نسابق، يعني ده الرسول عليه الصلاة والسلام. حصل أنت سابقته؟ قال: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، لأنها كانت خفيفة الجسد. قال: فسكت عني الرسول شنو سكت صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا حملت اللحم وبدنت نسيت،
بعد كبرت شوية نسيته، ولسه شاب الوقت ده، لسه شاب. قال خرجت معه في بعض أسفاري، في سفر تاني شنو جديد، فقال للناس تقدموا، قال فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. المرة دي شنو؟ الرسول سبقني صلى الله عليه وسلم. فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، هذه شنو؟ بتلك. رواه الإمام أحمد. الألباني صحه، أورده في صحيح أبي داود وأيضا في سنن أبي داود. طيب المثال الثالث والأخير، قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، يعني قبيلة يا جماعة الرسول مازح صاحبه صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني مازح شنو؟ زوجته. تعالوا شوفوا في المثال الثالث، المثال الثالث، قالوا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فرأى أبا عمير حزينا، رأى أبا عمير حزينا وهو طفل صغير، فقال يا أم سليم ما بال عمير، أو ما بال أبي عمير حزينا؟ قالت يا رسول الله مات نغيره، عنده طائر صغير شنو؟ مات. والطفل لما يكون عنده طائر صغير ويموت بيحزن ولا ما بيحزن؟ بيحزن. كان بربي له حمام والكير مات، ولا بربي له جداد والديك مات، ولا بربي له طير واحد من الطير، ولا عنده طيرة وماتت، بيحزن. الطفل ده حزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سليم، قال لا ما بال أبي عمير، هنا قال في النسخة ما بال عمير وأبو عمير، ما بال أبي عمير حزينا؟ قالت يا رسول الله مات نغيره، طيرته ماتت يعني طائره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني حتى أضحكه، يعني صار يسأله عن طائره حتى أضحكه صلى الله عليه وسلم. أخرجاه في الصحيحين، يا أبا عمير ما فعل النغير، أخرجاه في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وخاصة في رمضان، وفي غير رمضان كان جوادا صلى الله عليه وسلم، كريما، يعطي عطاء من لا يكاد يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. وكان شجاعا صلى الله عليه وسلم. دي نمرة 17، نأخذ مثالا واحدا لأن الزمن يا جماعة. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، كان فزع بالمدينة، الناس نائمة، أول ليل بدأ يدخل ومشى، في صوت جاء وفزع شديد، والصوت ده في بعض الروايات كأنه في البحر. قال كان فزع بالمدينة، فخرج الناس قبل الصوت، الناس مرقوا جهتهن، ده دليل إن المدينة دي فيها خير. لو سكنت لك في فريق والناس ما في ترابط، لو جاء حرامي ذاته يتذكرك لما الحرامي يشيل حاجاتك ويديك كفين وياكل باقي الباسطة في الثلاجة ويمرق، وزول ما بيجيب لك خبر، تعود نفسك تكون شنو؟ شجاع، والناس ذاته تكون بيناتها تآلف، لو سمعوا صوت بالليل ما يفوتوا ساي، يجروا يشوفوا شنو؟ الصوت. شوف على المدينة دي فيهم خير. قال كان فزع بالمدينة، فخرج الناس قبل الصوت، ماشيين جهة شنو؟ الصوت بالليل. فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، يعني هو مش ماشي معهم، هو جاي شنو؟ راجع. شوف الشجاعة دي كيف. قال على فرس لأبي طلحة، فرس عاري يعني عري، قال يعني فرس ذاته عاري ما فيه سري، قال ما عليه سرج، يعني سمع الصوت ما وقف يخد شنو؟ السري. والفرس ذاته حق منه أبي طلحة، رقبه طوالي مشى صلى الله عليه وسلم، شجاعة بالليل، صوت بالليل. ما صح الناس قال لو أن أنا الرسول شوفوا في شنو، تعالوا وروني صلى الله عليه وسلم، مشى هو. ولما جاي راجع يا دوب الناس ماشين، شوف الكلام ذا كيف. قال في عنقه السيف، رسول في عنقه شنو؟
السيف يعني، بس شال سيفه وركب الحصان ومشى. الله يا ما هذا توكل عجيب وقوة وعدم اعتماد على الغير. لا هذا فلان لا علان ولا كذا ولا كذا. هسي نحن لو الواحد ولده بس مرق بالليل يتأخر يتصل بالناس، يا ناس ده نحن يا فلان وما جاكم الزول وما جاكم جيبوا رقشة وجيب عربية فلان ويلف مع الناس، والولد بيكون في حفلة شغال، نسأل الله العافية. ربي صاح يا أخي. طيب قال في عنقه السيف فقال لم تراعوا. لم تراعوا في بعض الألفاظ لعلها لن تراعوا، يعني ما عليكم خوف، ما عليكم خوف، هو جاي راجع وهم ماشين. قال وقال للفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر، أخرجاه في الصحيحين. يعني نكتفي بس لم تراعوا، أخرجاه في الصحيحين. فكان أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. 17 أما عبادته صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس ولا شك في ذلك، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويصوم حتى يقول الناس إنه لا يفطر ثم يفطر صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار حتى أنه يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بكل أنواع العبادة القولية والفعلية والتي في القلب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، وكان يحسن إلى الناس، وما من باب للخير من أبواب الخير إلا وله النصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم. بس باختصار شديد جدا. طيب وقام ذات ليلة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قام ليلة فقرأ في ركعة واحدة الفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران بهذا الترتيب، ويقرأ مسترسلا، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ من الشر ومن النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الرحمة والجنة سأل الله، وإذا مر بآية تسبيح سبح. فهو أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، حتى سألته عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ خرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. 19 يا جماعة، عيشه صلى الله عليه وسلم كان يعيش عيشة الزهاد صلى الله عليه وسلم. نذكر 4 أحاديث مختصرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا يكفي يكفي، أخرجاه في الصحيحين. أسي الواحد بعد يجيب رزق اليوم إذا صح التعبير، أكل اليوم ولك بكرة ما معروف، كمان في الصفوف دي يقول لك كان بكفي في اليوم في البيت 10 عيشات ما معروف الصف ده، ادينا 20 يقول لك، والبنزين حق بكرة برضو، وتاجر تلقى كبير ودفتر شيكات وخزن والمرأة ملانة ذهب والأولاد عربات، وبعد تلقى مقلق لك البلد دي دارة تصل لوين تصل لوين؟ والله الذي لا إله غيره، زي ما قال نبي التدار تصل لوين؟ الناس يا جماعة ترمي قدام الدنيا دي زايلة، والله يا جماعة عمارة 20 طابق يدخلوك تحت الواطة، ولا في الطابق الأول تحت الواطة وفي شبر وسراير ناعمة، تلقى خاتي 3 لحفات حتى راقد فيها يغطي الزات حتى نمر، بعد دي يرقد له في تراب وهدوم. واحد والله دخلت بيته قال لي أنا عندي 50 جلابية، أنا أول شي شلت هم الزول ده بغسل كيف، أول هم جاني
بغسل كيف وبيكوي كيف يا أخي؟ معقولة 50؟ في ناس تلقى 5 ما عنده وكفاية جلابية جلابتين 3 مبارك كفاية، 50 تسوي بها شنو؟ تلبس وتلبس يا أخي. ده لو بالشهر، ده في اليوم بيلبس واحد، ده دار له شهرين فاضل له 10 يوم حتى يلبس ده. معقولة يا أخي؟ زول ما يوسع على نفسه توسيع فيه ترف وفيه إسراف ولا فائدة فيه. عندك قروش 50 دي عليك الله، لو أديت خليت 10 قول 10 عديل، أنت زيك ده قول 10. الأربعين دي وزعتها على مساكين، ما ممكن الله يرحمك سبحانه وتعالى يتصدق بالمال وكذا وكذا إلى آخره. طيب الحديث الثاني قال عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا، يشير بإصبعه مرارا، والذي نفس أبي هريرة بيده، هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه، والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا، أخرجاه في الصحيحين. ما حصل قال 3 يوم ورا بعض في بيع، وأسي أفقر زول فينا في البلد دي وهو تلقى متضجر ما بعدي 3 يوم يمرا ما شبع فين. عليك الله يا جماعة الآن أمشي خش السوق، شوف الميكانيكية، شوف التجار، شوف بتاعنا الخدار، شوف بتاعنا المواتر، شوف بتاعنا العربات، شوف الناس دي كلها الدكاترة غيره، هل في زول بيخد له أكل في مطعم يقوم قبل ما يشبع؟ ما بتلقاهم يقول لك جيب كذا وجيب كذا وجيب كذا، هو 3 يوم ورا بعض قال لك تباعا ما شبع صلى الله عليه وسلم. انت ما انت كونه تشبع ما بنقول حرام، كونه تشبع، وحتى لو طوال انت اشكر الله سبحانه وتعالى لو ابتليت بقيت ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن. طيب قالوا عن عائشة قالت كان ضياع النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه بالليل من أدم محشو ليفا، يعني مضجعه صلى الله عليه وسلم تعني أنه من أدم محشوا ليفا، من أدم محشو ليفا يعني اللحاف بتاعه صلى الله عليه وسلم اللي بيرقد فيه من أدم جلد يعني، والجلد ذاته محشي شنو؟ ما قطن ولا حرير ولا شيء محرم ولا شيء مكروه، لا من ليف، محشي شنو؟ ليف صلى الله عليه وسلم، أخرجاه في الصحيحين. 4 وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال، أو ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، يعني ذكر الذي أصابه الناس من الدنيا، أو ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، أي أن الدنيا أصابتهم، أصابت كثيرا منهم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا أو دقلا يملأ بطنه، انفرد بإخراجه مسلم، يعني أنه يوما كاملا صلى الله عليه وسلم يلتوي لا يجد دقلا، الدقل الرديء من التمر، تمر الناشف المكرفس ذاك، يوم كامل ما لقاه صلى الله عليه وسلم. طيب غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، الكلام يطول. قال ابن الجوزي غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 غزاة، وقاتل منها في 9، بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل إنه قاتل في بني النضير النضير وفي غزاة وادي القرى، منصرفه من خيبر، وقاتل في الغابة صلى الله عليه وسلم. أما فصاحته فهو أفصح الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم. طيب قبل الختام ذكر ابن الجوزي رحمه الله من كلامه المتقن وأمثاله العجيبة صلى الله عليه وسلم، ذكر مجموعة من الأحاديث
بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع. موضوع يعني شنو؟ مكذوب. ظن ابن الجوزي أنه من الأحاديث الثابتة وهو مكذوب. نحن عشان الزمن فات بنذكر منا إن شاء الله تعالى 6 أحاديث. الحديث الأول في صحيح مسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دار شرح؟ ما دار شرح. الدنيا سجن المسلم أو المؤمن، وجنة شنو؟ الكافر. دي سجن، سجن، سجن. جنبك مساجين قاعدين بتحاول تشتري لك حاجات سمحة، وانت قاعد جنبهم الله يستر عليك يشاكلوا فيك، تشتري لك حاجات سمحة تخدتها وكذا وإلى آخره، ولا بكون همك بس 200 شنو تمر. قلت في الدنيا دي سجن، في سجن يعني. أما الكافر دي جنة له، لأنه بعدين راجي نار. عشان كده يا جماعة الزول ما يطلب النعيم الشديد في الدنيا، خذ منها ما يعينك على الطاعة وانصرف، وما تركن لها، وحاسب نفسك. ركز مع كلمتي دي كويس، حاسب نفسك. أول شيء حاسبها، أسألها أسئلة، قل لنفسك دي أنت زول الدنيا ولا زول آخرة؟ لو بقى زول الدنيا أغنيها بالآيات والأحاديث، أغنيها أجغم أجغم تقيل، وريها إن الدنيا دي تتركها تبقى زول شنو؟ آخرة. خلاص وصلت المرحلة دي، بقيت زول آخرة، همك الآخرة، بقى همك الآخرة. الطريق السالك ده حق ولا باطل؟ ده المنهج القويم والعقيدة الصحيحة ولا منهج باطل؟ تاني حاسب نفسك، هل انت كل فترة بتزداد في الخير ولا راجع ورا؟ يعني هل كل فترة انت محافظ على الصلاة أكثر والنوافل زايد فيها، ولا انت راجع ليه ورا عشان تلحق نفسك؟ يغرقش كل أسبوع يراجعوها، عربية كل فترة يودوها يصينوها ويعمروها، البهايم يجيبوا لها بيطري كل فترة. انت ماشي للآخرة بس بتخلي الشغلة ماشية زي، ولا تراجع يا جماعة؟ لازم تراجع. وقعت في المعصية، المعالجة شنو؟ والتوبة وكذا والخير اللي بتقدمه شنو عشان الله يغفر لك. وعملت طاعة ما تعجب وما تذكرها، حاسب نفسك في اللسان. انت بتتكلم بعملك الصالح ليه؟ مشينا مسجد كذا وعملنا نصيحة وديلك هاجوا وديل استحضروا، شغلة ما تخليها لي الله بس سبحانه وتعالى. ليه تقول أنا عملت فلان أديت فلان قروشك؟ حاسب نفسك وأصلح، أصلح. طيب الحديث الثاني قال، ذاك في صحيح مسلم، الأول في صحيح مسلم، الثاني في صحيح الجامع، حديث ثابت يمكن أول مرة تسمع. قال: ما قل وكفى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر شنو؟ وألهى. يا بيتك بدل ما لي 25 سرير وبكفنك 10 أو 7 كفاية، كفاية. وهكذا الهدوم، المال، إلى آخره. طيب الحديث الذي بعده الثالث: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، برضو في صحيح الجامع، حديث ثابت. يعني الناس اللي استغنى عنهم ولو بشوص السواك، تشيل السواك ده بس، السواك ده بتتسوق به كفاية، بس عندك سواك بتتسوق به كفاية، استغنى عن الناس. وإنما افتقر إلى منو؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما تطلب من الناس كل مرة تكلفون وكذا وكذا. 4: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب شنو؟ دنيا. برضو في صحيح الجامع: من هومان، يعني عنده نهم، يعني نهم. طالب العلم كلما وجد كتابا نافعا أو وجد درسا لا يمل، وكلما وجد معلومة نافعة صحيحة فإنه يحرص على العلم وينهم العلم ويسعى فيه ويجتهد ويسرع في الخير. وهكذا صاحب الدنيا قدر ما يبقى غنيان برضو داير شنو؟ يزيد. 5: قال ده في البخاري ومسلم، البخاري أورده في كتاب الدعوات، في الدعوات داخل صحيح البخاري،
اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. الغنى عنده شر، عنده فتنة، تركب عربات وآخر موديل وتمشي في الشوارع بالليل تدخل معاك ناس وتمشي ومعاصي وفجور وكذا، وتمشي دول فاسدة تشرب الخمر وتعصي الله إذا لم تخاف ربك سبحانه وتعالى. والفقر برضو عنده شنو؟ فتنة، نبذ والسب إلى آخره، ويكفر أحيانا بعض الناس يرتد بسبب يعني جزعه وبسبب يسب دين الله سبحانه وتعالى بسبب الفقر ويكفر. وهذا من عدم، لا أقول من قلة توفيق الله، من عدم توفيق الله له. فالزول يا جماعة يصبر عند الفقر ويجتهد في الخير عند شنو؟ الغنى. والله الله يحبك، انت هسه أبواب الشر كلها مفتوحة عليك وعندك قروش، كأنك بتقول لي الله يا الله سبحانه وتعالى أنا ممكن أعصي، لكن لأنه أنا بحبك أنت يا الله ودائر اللي عندك الشيء ده كله خليته لك أنت يا الله، ما بيرضى عليك؟ بيرضى. طيب الحديث السادس قال: استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، وهو أيضا في صحيح الجامع للألباني وفي السلسلة الصحيحة. فالإنسان أحيانا بعض الأشياء يحتاج إلى أن يتكتم فيها في أمر دنيا، يعني أما الدين ده ما فيه سر، الدين ما فيه شنو، لكن في الدنيا مرات في أشياء دار تعملها في البيت، زول ماشي يكرم أمه ويجيب لها أشياء وهدايا، ما في داعي يوري منه مرته، لأنه بعد ذاك بتحصل شنو مشاكل، في أشياء بتكتمها. يعني أنا بعرف بعض الإخوة، واحد منهم نحسبه بيقول لي أنا كل يوم أمي دي بمش ليها بسوق بشرب معاه جبنة بس، وزوجتي ما عارفة. في أشياء كثيرة يا جماعة بتاعت غير الزول شنو يكفي الباب وكذا وكذا، ما يجي تتكلم به. طيب آخر شيء ختم به المصنف رحمه الله: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، فقلت: ورأسه؟ فقال: بل أنا ورأسه. ثم اشتد أمره في بيت ميمونة، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة علته مرضه صلى الله عليه وسلم 12 يوما، وقيل 14 يوما. توفي صلى الله عليه وسلم وفارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وكان يضع يده في ركوة ماء أو ركوة ماء في البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها، ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، صلى الله عليه وسلم. وخرج من الدنيا وقال لفاطمة رضي الله عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني ده آخر كرب، لكن قدام تاني شنو ما في كرب، صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر رضي الله عنه مقولته المعروفة: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، كما يروى عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الآية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. دي يا جماعة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن العبد إذا قال للناس من كان يعبد فلانا فإن فلانا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هذا ليس بسب. لما نقول للناس أن الشيوخ ديل ماتوا، ما تنادون، نادوا الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، ده ما فيه إساءة، صح ولا ما صح؟ لأنه لو قالوا فيه إساءة يبقى وصفوا أبا بكر بأنه شنو؟
أساء وحاشاه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الثانية أن الصحابة كانوا يعظمون النصوص، فإن عمر رضي الله عنه ما أن سمع الآية قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، انفرد بإخراجه البخاري. يعني عمر رضي الله عنه غير رأيه بسبب شنو؟ نص واحد، آية من كتاب الله. ناس ترجع للنصوص يا جماعة، لو عمرك كله باقي على عقيدة دوك دليل واحد وآية بتبطل عقيدتك دي وترجعك لعقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام والعقيدة الصحيحة والتوحيد، مفروض ترجع. فما بالك إنه القرآن كله توحيد، كما قال أن القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني أبي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية لم يدروا، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبر نبي إلا حيث يموت. هذا الحديث في صحيح الجامع أيضا للألباني رحمه الله، الحديث رقم 5201. عشان ما يقول لك أنا بدفنوني في المسجد، لأن الرسول دفنوه صلى الله عليه وسلم، الرسول ما دفنوه في المسجد، دفنوه في حجرة منه عائشة رضي الله عنها. يقول لك خلاص أنا أدفنوني في حجرتي، هو الرسول ما قال الزول يدفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم. قال لم يقبر نبي، مو زول زاي، نبي إلا حيث يموت. إلا حيث شنو؟ يموت. ومات في حجرة عائشة، فدفن في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم نهى أن يغلى فيه وأن يدعى. قال ما قال إذا سألت فاسأل الله، ما قال اسألوني أنا صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن الجوزي رحمه الله لما غسل وكفن صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، ما في إمام، أي زول بيصلي شنو؟ براء، صلوا من غير إمام، لأنه هو إمامهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو إمام الناس يوم القيامة، هو أول من يدخل الجنة. فصلوا عليه صلاة الجنازة من غير شنو؟ إمام صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة، أي صلاة واحدة، صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات في هذه الرواية. قال رواه الإمام أحمد اللي هو عن أنس بن مالك، وهو في صحيح الجامع للألباني رحمه الله برقم 6359. أما بلوغ سلام أمته إليه ورد السلام عليه على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه ابن الجوزي رحمه الله عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. رواه أحمد، هو الإمام أحمد، وهو في صحيح الجامع برقم 2100، الحديث رقم 2174. آخر حديث ختم به قال وروى أيضا عن أبي هريرة، أي روى الإمام أحمد عن أبي هريرة، ده برضو حسن الألباني في صحيح الجامع برقم 5679. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه شنو؟ السلام. انتهى الحديث. قال آخر المتعلق بأخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ده كلام منه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في 77 صفحة، أو قريب دي 77 مع المقدمات، نحن اختصرنا الحديثين الأخيرات ديل الحديثان
فين؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل قضاء الحوائج، لأنه قال إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمة شنو؟ السلام، مش ببلغوني شكوى الأمة وطلب الحوائج، فهمت؟ والله تعالى في القرآن قال قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في سورة الجن. الفائدة الثانية، رد على بعض الطوائف الذين يقولون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم يقظة لا مناما، قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي، إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه شنو؟ السلام. نكتفي بهذا القدر، وهذه سيرة خير الناس صلى الله عليه وسلم، وإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونواصل في هذا الكتاب القيم صفة الصفوة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا.